اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة طاقية لعمر 5 سنين بغرزة الخرز. طريقتها سهلة وجميلة ومش هتاخد في الشغل اكتر من ساعة. هنبتدي وهنعمل مع بعض عقدة البداية. انا استخدمت هنا، عملت فتلتين علشان الخيط رفيع شوية. عادي ممكن تستخدمي فتلة واحدة وممكن تستخدمي ابرة معاها مقاس 3. انا هنا عملت فتلتين واستخدمت معاها ابرة مقاس 5. الخيط اللي استخدمته خيط انتي بيلينج هيمالايا ايفر ريدي سوبر لوكس. عملت فتلتين مع بعض. هعمل عقدة البداية. هعمل غرزتين سلسلة. واحد، اول سلسلة دي اللي هشتغل فيها وهرتفع غرزة سلسلة، كمان هتبقى ارتفاع. هروح عند اول سلسلة وهعمل فيها 8 غرزة حشو. هدخل في اول سلسلة بالشكل ده كده عملتها، واسحب الخيط وهعمل غرزة حشو. دي اول غرزة حشو، هدخل في نفس المكان واعمل كمان غرزة حشو. في نفس المكان برضو هدخل واعمل غرزة حشو. في نفس المكان هدخل واعمل غرزة حشو. كده عملت 4، هعمل كمان 4 غرزة حشو، يبقى معايا 8 غرزة حشو. 5 6 7 8 هدهم مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8. هروح عند اول غرزة حشو عملتها وهقفل فيها بغرزة منزلقة. تكون معايا دايرة بالشكل ده كده. دلوقتي هبتدي اشتغل غرزة الخرز وهرتفع 3 غرزة سلسلة وهلف الخيط على الابرة. هشتغل غرزة الخرز دلوقتي، هروح ورا العمود بالشكل ده كده. كده 1، كده 2، كده 3، كده 4. دي غرزة الخرز، وهلف الخيط واطلع من الحلقات كلها. يكون معانا بالشكل ده كده. هرتفع غرزة سلسلة وهلف الخيط على الإبرة. هروح على غرزة الحشو اللي بعديها على طول، هعمل فيها غرزة عمود بلفة. هي اول غرزة خرز اللي هي في بداية الدور، هي بس اللي بتكون صعبة شوية. هنبتدي هنعمل الغرزة الخرز التانية. هلف الخيط على الابرة، هشتغل بين الاعمدة. هدخل بين الاعمدة بالشكل ده كده واسحب الخيط كده اول مرة، تاني وهدخل بين العمود واسحب في العمود بالشكل ده كده واسحب الخيط كده. دي تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة، وبلف الخيط على الابرة وبطلع من الحلقات كلها وبرتفع غرزة سلسلة. تكون معايا بالشكل ده كده. هلف الخيط على الإبرة واروح عند غرزة العمود الحشو اللي بعديها على طول وهعمل فيها غرزة عمود بلفة. بشتغل برضو غرزة خرز. انا معايا هنا 8 غرز حشو، المفروض يكون معايا 8 غرز خرز. في كل غرزة عمود بعمل فيها غرزة خرز. هبتدي وهعمل غرزة الخرز دلوقتي. هدخل في العمود بالشكل ده كده واسحب الخيط كده اول مرة، تاني مرة، تالت مرة،
رابع مرة وبلف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات كلها. بعد كده برتفع غرزة سلسلة، فوق كل غرزة خرز برتفع غرزة سلسلة. تكون معايا بالشكل ده كده. هعمل معاكم كمان مرة ان انا بلف الخيط على الإبرة وبروح عند غرزة الحشو اللي بعديها على طول، بعمل فيها غرزة عمود بلفة. وبشتغل في غرزة العمود دي غرزة خرز، ان انا بلف الخيط على الإبرة وبدخل في العمود بالشكل ده كده وبسحب الخيط كده اول مرة، بلف الخيط على الإبرة تاني وبدخل في العمود واسحب الخيط كده تاني مرة، وبلف الخيط على الإبرة وبدخل في العمود واسحب الخيط كده، دي تالت مرة بلف الخيط على الإبرة وبدخل في العمود وبسحب الخيط كده، دي رابع مرة بلف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات كلها. برتفع غرزة سلسلة بروح عند غرزة الحشو اللي بعديها وبعمل فيها غرزة عمود بلفة. وبكرر بقى غرزة الخرز، بعمل فوق كل واحد فوق كل غرزة عمود ان انا بعملها بعمل فيها غرزة خرز، اكمل الاخر وارجع لكم تاني. وعملت 7 غرز خرز، وهعمل الغرزة الاخيرة معاكم ان انا بلف الخيط على الابرة وبروح عند غرزة الحشو الاخيرة بعمل فيها غرزة عمود بلفة، بعمل غرزة خرز في العمود، 1 2 3 4، وبلف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات كلها. هعملهم مع بعض تاني كده، دي أول مرة، تانية، تالتة، الرابعة، بلف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات كلها، بعمل غرزة سلسلة. نيجي نعد الغرز الخرز مع بعض هنلاقيهم 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. هروح عند راس غرزة اللي هي السلسلة اللي كنت بعملها في غرز فوق كل غرزة خرز، واقفل فيها في غرزة منزلقة تكون معايا بالشكل ده كده. هروح عند الفراغ ده اللي هو بين غرزة الخرز دي وغرزة الخرز دي، واقفل فيه بغرزة منزلقة، هعمل غرزة منزلقة قصدي عشان اشتغل فيه غرزتين خرز، يبقى في كل فراغ هنا هعمل فيه غرزتين خرز. هنعملها ازاي؟ هرتفع 3 سلسلة وهعمل غرزة الخرز زي ما كنت بعملها، هلف الخيط على الإبرة واشتغل ورا العمود بالشكل ده كده. كده دي أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة، وبلف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات كلها. بعد كده برتفع سلسلة. هشتغل بقى ازاي غرزتين خرز في نفس المكان، دي كده أول واحدة عملناها، هلف الخيط على الإبرة وفي نفس المكان هعمل برضو غرزة عمود في لفة في نفس الفراغ. الشكل ده كده هشتغل برضو هنا بين الأعمدة غرزة خرز، هلف الخيط على الإبرة وادخل ورا العمود اللي أنا عملته كده، مرة كده، 2 كده، 3 كده، 4، وبلف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات كلها. بعد كده برتفع سلسلة كده، عملت غرزتين خرز في نفس المكان. هروح للفراغ اللي بعديه على طول اللي هو بين غرز الخرز، هشتغل فيه غرزة عمود بلفة وهعمل برضو فيه غرزتين خرز. هعمل أول واحدة، 1 2 3 4، وألف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات كلها، برتفع سلسلة في نفس المكان، بدخل برضو وأعمل غرزة خرز. واحد، 2 3 4، بلف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات كلها. هعمل كمان مرة معاكم.
بلف الخيط على الإبرة، بروح بين الفراغ اللي بين خرز الخرز وهعمل فيه غرزة عمود بلفة، وهشتغل غرزة الخرز، واحد اتنين تلاتة أربعة، بلف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات كلها. بعد كده بلف الخيط على الإبرة وفي نفس المكان بدخل وبعمل غرزة عمود بلفة عشان أشتغل عليها غرزة خرز، وهشتغل هبتدي أشتغل غرزة خرز، واحد اتنين تلاتة أربعة، بلف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات كلها. بعد كده برتفع غرزة سلسلة، بفضل ماشية كده بنفس الطريقة. في الدور الأول كان معايا 8 غرز خرز، في السطر التاني هيكون معايا 16 غرزة خرز، ان انا بشتغل فوق بين كل غرزة خرز بشتغل فيها غرزتين خرز. نفس الطريقة كده هكمل للآخر وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر وهشتغل معاكم اخر غرزة، هدخل في اخر غرزة في النص وهعمل فيها غرزة عمود بلفة، وهشتغل غرزة خرز، واحد اتنين تلاتة أربعة، وارتفع سلسلة في نفس المكان، هدخل وأعمل غرزة عمود بلفة وهشتغل عليها غرزة خرز، واحد اتنين تلاتة أربعة، وأعمل وأطلع من وألف الخيط على الإبرة وأطلع من الحلقات كلها وأشتغل سلسلة، واروح عند اول غرزة خرز عملتها عند السلسلة اللي كنت بعملها اقفل فيها بغرزة منزلقة، يبقى كده عملنا السطر الاول، عملنا هنا 8 غرز حشو، بعد كده عملنا في كل غرزة حشو غرزة خرز، وبعد كده عملنا السطر التاني عملناه تزايد، عملنا في كل غرزة خرز عملنا فيها غرزتين خرز. هنبتدي السطر التالت مع بعض، وقفلنا في غرزة منزلقة في أول غرزة خرز عملتها، هنروح عند الفراغ ده وهنعمل منزلقة عشان أشتغل فيه، هرتفع تلاتة سلسلة، هعمل غرزة خرز زي ما احنا متعودين في بداية الدور، واحد اتنين تلاتة أربعة، وألف الخيط على الإبرة وأطلع من الحلقات كلها. وارتفع غرزة سلسلة كده اشتغلت هنا، هشتغل هنا غرزة خرز واحدة، الفراغ اللي بعديها هعمل فيه 2 غرزة خرز، هروح عند الفراغ اللي بعديه ده وهعمل فيه غرزة عمود بلفة، وهشتغل فيه غرزة خرز، واحد اتنين تلاتة أربعة، ولف الخيط على الإبرة وأطلع من الحلقات كلها، وبعد كده برتفع سلسلة في نفس المكان، هدخل وأعمل غرزة عمود بلفة، وهعمل غرزة خرز في غرزة العمود بلفة اللي أنا عملتها، واحد اتنين تلاتة أربعة، وألف الخيط على الإبرة وأطلع من الحلقات كلها، بعد كده برتفع سلسلة. يبقى السطر ده هنمشي ازاي؟ هنمشي في فراغ هنعمل فيه غرزة خرز واحدة، والفراغ اللي بعديها هنعمل فيه 2 غرزة خرز، هروح للفراغ هنا عملت واحدة بعديها عملت 2، الفراغ اللي بعديها على طول هعمل فيه واحدة، يبقى هنا هعمل غرزة عمود بلفة وهعمل غرزة خرز في غرزة العمود بلفة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وبلف الخيط على الإبرة وبطلع من الحلقات كلها وبرتفع سلسلة. هنا في الفراغ ده عملت غرزة خرز واحدة، هنتقل للفراغ اللي بعديه على طول وهعمل فيه غرزتين خرز، هعمل غرزة عمود بلفة وهعمل عليها غرزة الخرز، واحد اتنين
ثلاثة أربعة، وألف الخيط على الإبرة وأطلع من الحلقات كلها، وبعد كده برتفع السلسلة، ألف الخيط على الإبرة وهدخل في نفس المكان وهعمل فيه غرزة عمود بلفة، وهعمل غرزة الخرز، واحد اثنين تلاتة أربعة، ألف الخيط على الإبرة وأطلع من الحلقات كلها، بعد كده أرتفع السلسلة، هفضل ماشية السطر ده بنفس الطريقة، فراغ هعمل فيه غرزة خرز وفراغ هعمل فيه تزايد، هكمل لاخر الدور بنفس الطريقه وارجع لكم تاني. وصلت لنهايه الدور وعملت في اخر واحده غرزه تزايد. دلوقتي هقفل، هروح عند اول غرزه خرز عملتها واقفل فيها بغرزه منزلقه بالشكل ده كده. دلوقتي انا حابه هقف عند المقاس ده لان انا هعملها مقاس 5 سنين. انت لو حابه تكبري عن كده، احنا هنا في السطر ده كنا عملنا غرزه فيها غرزه خرز واللي بعديها عملنا فيها التزايد. لو انت حابه تكبري المقاس عن كده بتعملي واحده خرز وبعد كده واحده خرز وبعد كده بتعملي التزايد، يعني بتعملي واحده فيها غرزه واحده خرز وبعد كده واحده فيها غرزه واحده خرز وبعد كده بتعملي التزايد، وبعد كده بتعملي واحده خرز وبعد كده واحده خرز وبعد كده واحده تزايد برضو، يعني بتعملي 2 عاديين والثالثه هي اللي فيها التزايد، الغرزه الثالثه. وتكبري بتفضلي بقى ماشيه كده لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عاوزاه بتاع الراس. دلوقتي انا هكتفي ان انا بعمل واحده فيها غرزه خرز والتانيه فيها تزايد، وبعد كده هعمل ثابت بقى ان انا برتفع 3 سلسله وبعمل غرزه خرز وهرتفع سلسلة واروح عند الغرزة اللي بعديها واعمل فيها غرزة خرز واحدة برضو. الدور ده همشي في كل غرزة هعمل فيه غرزة خرز، هعمل فوق كل غرزة غرزة خرز، سطور ثابتة، هبتدي اشتغل سطور ثابتة بعد كده، هعمل كمان 5 سطور ثابتة ان انا بعمل فوق كل غرزة خرز غرزة خرز واحدة، هفضل ماشية بنفس النظام ده 5 سطور وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت ال5 سطور، يكون معايا بالشكل ده كده. يبقى انا هنا عملت في اول حاجه اللي هما 2 غرز سلسله، وبعد كده عملت 8 حشو، وبعد كده عملت 8 غرز خرز، وبعد كده عملت 16، وبعد كده عملت هنا هيبقوا معايا 18 غرزه خرز، ان انا عملت غرزه خرز وبعد كده تزايد وغرزه خرز وبعد كده تزايد، ومشيت 5 سطور ثابتين ان انا بعمل فوق كل غرزة غرزة خرز. تكون معايا بالشكل ده كده، شكلها جميل وجديد. دلوقتي هدخل لون تاني اللي انا هنهي بيه الشغل من تحت، وقصيت الخيط، هروح عند اول غرزة خرز وهدخل فيها بالشكل ده كده، واسحب اللون التاني اللي انا عايزه ادخله. ممكن اعملها بلون واحد، كل واحد على حسب ما هو عايز، برضو على فتلتين نفس نوع الخيط هعمله على فتلتين، بشتغل فتلتين ازاي، بيكون بسحب خيط من بره وخيط من جوه من نفس الخيط بالشكل ده كده. هروح انا ما عملتش منزلقه ولا اي حاجه، هروح اسحب اللون بالشكل ده كده، بدل ما اقفل بمنزلقه هقفل باللون الجديد، هيكون معايا هنا الفتلتين القصيرين هربطهم في بعض، بعد كده هدخلهم بابره التنظيف في الشغل من جوه. هرتفع غرزة سلسلة في نفس المكان اللي انا عملته منه المنزلقة، هدخل فيه واعمل غرزة حشو،
الغرزه اللي بعديها اللي هي في النص بين بين الغرز الخرز دي، هدخل واعمل فيها غرزه حشو. هروح عند راس غرزه الخرز وهدخل فيها وهعمل فيها غرزه حشو، والغرزه اللي بعديها بدخل في النص بالشكل ده كده وبعمل غرزه حشو. بروح عند راس غرزة الخرز بدخل فيها وبعمل فيها غرزة حشو، بروح عند الغرزة اللي في النص وبدخل فيها وبعمل فيها غرزة حشو. بفضل ماشية بنفس الطريقة، بعمل فوق كل غرزة غرزة حشو، وراس غرزة الخرز بعمل فيها غرزة حشو، بشتغل في الفراغ غرزة حشو، وراس غرزة الخرز بشتغل فيها غرزة حشو. هكمل للاخر بنفس الطريقه وارجع لكم تاني اوريكم الشغل هتكون شكلها ايه في الاخر. رجعت لكم تاني وعملت اخر منزلقه في اخر فراغ بين غرز الخرز. هروح اقفل بمنزلقه في اول غرزه حشو انا عملتها بالشكل ده كده، وارتفع غرزه سلسله اثبت بيها الشغل. تكون معايا بالشكل ده كده، طبعا بدخل الخيط الزياده ده كله في الشغل من ورا من جوه قصدي. تكون معايا بالشكل ده، دي كوفية طاقيه اطفال مقاس 4 سنين. تعمل بسرعه قوي سريعه وما تاخدش وقت. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك للقناه.